قلنا بعد تلقى صراعات بزاف في الطريق نعم. بين لجان وبين شيوخه هكذا بين المراه والراجل بين المراه والراجل بين الفقير نعم. والغني نعم. من خلال السياره صحيح. صفي دوك التناقضات اللي عندنا في المجتمع رانا نديروهم للطريق تعرف علاش على خاطر الجزائري يعتبر سياره تابعه للكور تاعو جزء نعم. منه هذاك مربوط بزاف بالسياره على اجل هذيك يكون قاعد في سياره وكان دناو ليها ينفعل بشكل جنوني كاين بزاف اللي يقول لك ما درنا ليش شي الطرون لو كان يلقاك شي رفده يدخل على الدار يدخل على الدار تحط مقنين فوق يقول لك لا ايه صافي سي با نورمال العلاقه يولي يشوف الاعتداء على السياره هو اعتداء على الجسد تاعو نعم. هو مطالب بالحمايه تاعها ملكيه خاصه ومتمسك بها تمسك كبير يعني على هذيك تحب تماردي جزائري واش دير له كرطلو كروستو كرلو كروستو زرت لك نعم. جديده نعم. ولي جا والدراري على بالهم بالمفهوم هذا غادي تلقى في الحومات كاين غيره كاين حاسد في الحومه كاين طوموبيلات يطاكيهم صحيح. على جال مولاهم نعم. على بالو بلي يحرقوا له قلبه ايه. بالطريقه هذه صافي يقول لك يحب بزاف السيارات صافي حنا واش رانا نقولوا عبد الملك انا نقولوا عقليتنا راهي موجوده في السياقه صحيح. العقليه تاعنا نعم. لانه ما فصلنا ما تقدرش كي تطلع في السياره ما تقدرش تولي انسان واحد اخر نعم. انت هو انت الاحتفال حتى الاحتفال والفرحه احيانا نروحوا نفرحوا بالسيارات ونديروا سلوكات يعني غير منطقيه و... هيا كي نفرحوا نعم باش نفرضوا على الناس يفرحوا معنا والله نفرضوا على الناس يحسوا بلي انا فرحانين نغلقوا الطريق نغلقوا الطرود ايه. وطرود وطرود يغلقوها نورمال اللي في ميجان وخبط راسك هكذا نعم. او زعفان او زعفان بالسياره عنده الحق في التهور نعم. الله غالب ومقلق لا غالب